إذن رغم تهطل الأمطار فالأرامل لم يثنهم عن تخليد هذه الذكرى الأليمة التي ألمت الشعب المغربي في فقدان أزيد من 41 شهيدا هنا بالحاضرة الإسماعيلية مكناس. لا نوقف كذلك مع أحد أبناء الشهداء مسجد باب بردعين بمكناس. نحن جميع المسلمين والشهداء مسجد باب بردعين ودائما يبقون في بالنا وفي قلبنا والله يرحمهم واحد الشيء ما نقول. تقرا مزيان تبارك الله توعدني. تبارك الله. هذا الابن الذي كان عمره انا دا عمره 4 أشهر ياك. شنو سميتك؟ صالح. سي صالح الله يصلح. السلام عليكم. ما جبا كان عمرني 6 سنين توحشناهم وبغيناهم يكونوا جنبنا وكل شيء نعم الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. جعل البركة في اللي باقيين بيعيش الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرت 7 سنوات نلتقي في هذا المكان لإحياء ذكرى شهداءنا تعمدهم الله برحمته. فبقدر ما هي قلوبنا دامية لفراقهم بقدر ما هي مطمئنة لوفاتهم شهداء نلتقي لنؤكد عهدنا على تشبثنا بنضالنا حتى نحصل على كافة حقوقنا. فليرحم الله شهداءنا الأبرار
ويسكنهم فسيح جنانه، ويحفظ اللهم ملكنا محمد السادس نصره الله، ويقر عينه بصاحب السمو الملكي الأمير المولى الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي المولى الرشيد وكافة الأسرة العلوية، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان جدو هاد يعني الوقوف ديالنا كنأكدوا به بأن دوك الناس راه ما نسيناهمش وما غنساوهمش، وغنوقفوا دائما كل عام، واخا يبقى واحد فينا غنوقفوا، واحد فينا غيبقى واقف هنايا. غادي لا إله إلا الله رسول الله، غادي حنا متشبتين بعاد الهات ديالنا تجاه الشهداء ديالنا، فالله يرحمهم واللي بقى الله يطرح فيه البركه ويخليه ان شاء الله في كما تيقولوا في عهد اهل الخير. والسلام عليكم. من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولانا. اللهم لا ترع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا من المسلمين إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته برحمتك يا حنان يا منان. اللهم شهداءنا الأبرار، شهداء مسجد تبرد عين، اللهم ارحم الراحمين تغمدهم برحمتك الواسعة،
واجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم الراحمين يا رب العالمين، اجعل من تحتهم نورا ومن فوقهم نورا وعن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا ولقهم نظرة وسرورا. اللهم ارحم الراحمين يا رب العالمين، ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اهلهم وذويهم. اللهم ارزقهم صبر الاولياء، صبر الانبياء، صبر العارفين بالله، صبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صبرهم في هذا المصاب الجلل، وحقق فيهم قولك الكريم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فارق الحب والنوى، أعط لكل امرئ منا ما نوى في هذه الساعة، ولعلها ساعة إجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له الحق علينا ولمن سبقنا بالإيمان من المسلمين والمسلمات برحمتك يا حنان يا منان. اللهم هد أوطاننا ورخص أسعارنا وانصر سلطاننا برحمتك يا حنان يا منان. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربيعه في غادي يا حبيبه صافي. احنا غادي نحيدوه، احنا غادي نحيدوه.
لا ما وقفوش راه كانوا طلبوها هذيك الساعه. بما عبد الله رحم الله خيار تكلم صالح حتى بعد ما تكلم بعد ما أنا جيت هنا كل كلار قصت على وجهها حنايا حنا كنديروا اللي علينا ربي راه شاهد علينا هذه امانه على العاتق ديالنا ربي اللي غادي يقدرها حتى وكاينين الناس اللي فوق الجامع فيه حنا راه بنادم تنتقلقوا وتنقولوا حنا كنديروا كنجيو ما كنشوف ولكن الله ما كيعترفنينا وكاينين الناس اللي فوق الجمعيه اللي كما تنقولوا باللغه العاميه شي راه تيغطي على شي كاين الناس اللي من نتقلقوا منهم ولكن تنشوفوا وجه ناس اخرين اللي لا حول لهم ولا قوه يعني كنجيو في وجه الجميع. بالنسبه لاخر لقاء كنا درناه مع الاستاذ بوينان اشرح لكم شنو كان المسطره كيفاش وصلت حتى صدور القرارات ديال السيما كانت صدرات بتأييد الحكم الابتدائي اللي كان فيه دوك التعويضات اللي راكم عارفينها وعندكم نسخ ديال الاحكام ديالها في الوقت الاجراءات اللي جات من موراها اننا بلغنا لنا النسخ ديال القرارات كامله وفتحنا ملفات التبليغ وفي ملفات التنفيذ ولكن الوزاره دارت عاوتاني مره اخرى مسطرات ديال النقد راها باقا في ستين باقا في محكمه النقد خاصنا يكفينا اننا نحصلوا على النسخ ديال العرائض النقد باش نجاوبوا عليها. التنفيذات فتحناها مازال ما كاين فيها والو درنا رساله دابا مؤخرا لوزاره الاوقاف تنقولوا ليها اما تنفذينينا يا اما غناخذوا الاجراءات اللي خاصه تتم وما درنا اننا نحجزوا لها على الحساب ديالها الا ما نفذاتش لينا. بالنسبه للملف الجنحي اللي هو كيروج في المحكمه الابتدائيه كما عارفين هذاك حتى هو كيهضر على التعويض ولكن حنا سلكنا المسطره الاخرى يعني اللي كيهملها في هذا الملف هذا هو المسؤوليه بقدر كما قلنا التعويض راه حنايا سالكينو خاصنا غير ننفذوه وناخذوه قرارات في راه في فينا وهذا الشيء اللي كاين ولا كانت شي حاجه ان شاء الله راه حنايا دائما كنتواصلوا معكم واللي عندها شي سؤال او لا شي حاجه بلا ما تبقاو هيا كنتلاقاكم في الزنقه حنا كنحجموا ما كنبغيوش نجيو حنا الدار الرئيسه راه دائما مفتوحه لكم انا راه دائما اللي يحتاجني انا موجوده سواء في المكتب نتاعي او لا في المكتب او لا في الدار عند ربيعه. الحمد لله حنا كيما بدينا اننا خوت حنا دائما خوت وما عمرنا غادي العهد ديالنا حنايا بلا زاني متشبتين ليه. السلام عليكم ورحمه الله واللي عندها شي سؤال مرحبا. لا صعبة هي بالنسبة للملف ديال الولدة حيت النقد ديالها ما كانش ما تفضلها النقد يعني هذاك الملف ما غاديش يطرا فيه حتى شي إجراء من غير هذاك الملف من غير داك الشيء داكشي باش هما ينفذوه ليها وربما يقدروا ينفذوا عندنا بعض الملفات بحال هذه الحالة عندنا ديال نعيمة حميد دوجم حيت هي بوحديتها 10 مليون ما غاتزادش عليها عندنا داك علي حماني غير هو وكتو وعندنا الزهراني ما داروش النقد يعني ربعة الملفات ما غاتزادش فيها على 10 مليون ولكن راه تنفذ فيهم غير واحد غير وحده ما نقدروش نقولوا راه غيتنفذوا باش لا لا غير وحده اللي تنفذ قالوا لي الناس فيهم وما جاوش المتبقيه الاخرى اللي هي ما دفعش النقد ما دفعش بالاحرى فيها النقد لكن عندنا النقد منين خدينا القرارات لا دافع النقد القرارات تبلغت به الوزاره ودات النقد مره اخرى ولكن النقد ما كيوقفش التنفيذ حنا فتحنا التنفيذ مره اخرى يعني ملفات التنفيذيه الاولى راه اصلا كانت توقف فيها التنفيذ لان فاش تنقضوا القرارات ولات داك القرارات ديال السينف باطله لان فاش كيرجع الملف للمحكمه من النقد كيولي كيروج بحال اول مره
يعني فاش صدر القرار الثاني ديال محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي هذا هو عاوتاني فتحنا لهم ملفات تنفيذ أخرى راه باقا ما عرفناش المآل ديالها وكتبنا لهم رسالة ووجهنا مراسلة لوزارة الأوقاف تنقولوا لهم نحبوا لنا ولا غادي ناخذوا الإجراءات القانونية اللي كترتب على عدم التنفيذ. وشنو الرد اللي تيعطيوه هما؟ ما تيعطيوه حتى شي رد؟ لا ما كاينش، لا ما كاينش. المهم اجراءات غادا فهمتي؟ ولكن باش كتعرفوا نتوما بانها ضروري، مع بحال دابا فاش كتمشي للمحكمه كطالع شنو طرا شنو هادي فهمتي. اذا كان شي رد راه كتكون على طلع عليه فهمتي، ما كاينش حاجه. حنا دابا هما ما حد الان مازال يعني ما بان حتى شي حاجه، ولان الرد ما كاينش هذاك الشيء علاش وجهنا لهم مراسله تنقول لهم يا راه تنفذوا لنا يا غادي نديروا الحجز ولا غادي نديرو كاين، لا تنقولوا له راكم ما نفتو ليناش ولا ما نفتوش حنا غادي ناخذوا الاجراءات اللي خاصه فاش كيكون معاك الحق. يعني بالنسبه للتنفيذ راه كاين اجراءات اخرى كما ذكرت الاستاذه، يعني اذا ما نفذوش عندنا مصادر اخرى غنلقوها، هي انك تمشي كتقف لهم يعني بحال ديروا الحاجه بالباسكين يا زول. تعبوا المتابعه نقول لكم بيسر راه كتكونوا صح، راه في المسائل هذه بواحد الدقه والله شاهد على هذا اللي تقول راه الاستاذه وربيعه بخصوص هذه راه يعني تبعها جزئيات صغيره غاديه معها كنهضروا دائما ها تنسولها في واحد الجزئيات وتبارك الله عليها ماشي كان جاملها حيت كازا قدامكم صدقوا ما كانتش نقول لكم حوايج اخرى، ولكن داك الشيء راه غادي بواحد الجزئيات ما تصوروش، داك الشيء راه غادي بحال داك الشيء بلي دابا راه غير باب سميتو درنا باش تبلي راسو، اما كونوا مرتاحين في هذه المساله القانونيه راه داك الشيء غادي بواحد الدقه ما كنت تصور زعما وراه نتوما غايبين حنا في لا جالسه هنا راه دار الورثه هذه يعني ماشي داري، ثاني محتاجه ندير داري لوليداتي، ثاني محتاجه يعني وحده منكم يعني ماشي انا عارفه انا اطلع على الاجراءات اللي كدير الاستاذه واطلع على المصادر القانونيه، ما يمكنناش نضربوا في شي حوايج وننقذوا باش انني ناخذوا يعني باش نوصلوا شي حاجه، يعني انا معنيه انتم معنيين انا وحده منكم نقول الاستاذ راه الحمد لله الاب ديالها الله يرحمه اللي رباها وهذه وهذه، ولكن بالنسبه لي انا كارمله حتى انا معنيه حتى انا باغيه ندير شي حوايج ما بقيتش لو كان لقينا كيف شنو نديرك راه حنا درنا اكثر من هذا الشيء، ولكن يعني ما حدنا مازال غادي في اطار قانوني وغادي الباب مازال ما مسدوداش الوقت فاش غتسد الباب، الا سد شي باب هذيك الساعه غادي الموضوع عاوتاني عندنا طرق اخرى تبارك الله اللي كان صغير كبر وهاي القوانين ديال الدوله لا الحق تاعنا علاش حنا فاش راسلناهم في الله كيطرا هذا تراسلناهم قلنا لهم كنعرضوا عليكم صالح اجيو تصالحوا معنا ما جاوبوناش، ومنين شافوا داك الحجم ديال التعويضات عاد صيفطوا لنا عن طريق وزاره الاوقاف وزير الاوقاف انهم باغيين ووزير العدل فاش كان هو كان تينوب معنا في الملفات كان محامي معنا ولا وزير العدل اتصل بيا هو شخصيا قال لي راه الوزاره بغات تصالح معكم بداك الملفات ولكن بغات تصالح معكم بالظاهر ديال 84، هاد الظاهر ديال 84 هو التعويض ديال عن حوادث السير، عنده واحد البارم باش كيمشي يقدر يتقصوا مجموعه ديال الورثه من دوك التعويضات، وحنا درنا اجتماع كان السيد جاري باقي معنا في المكتب كانوا بزاف العناصر باقيين في المكتب واجتمعنا وجاوبنا الوزاره باننا ما موافقينش على الطريقه باش بغيتو تعطينا التعويضات، حنا الحكم اللي عند المبالغ اللي عندنا في الاحكام هي اللي حنا كنطالبوا بها، بغيتو تنفذوا معنا في هذا الاطار ها حنا ما بغيتوش حنا غنسلكوا المصادر. سيدات ما عرفتش شنو قلتي ديك الحج ما فهموهاش الحج على الحساب ديال تعويضات الاوقاف تاع الاوقاف ولا داك الاملاك اللي انت غتحجزي عليها كتقترف منها المستحقات ديالك. انا توصلت بالتليفون ديال اخت رابعه ومن على الذكرى ديال الجوز ديالي ودابا راني زيت باش نوقف معاهم في الوقفه وترحم على الجوز. منين جيتي في المدينه؟ من ازرو. من ازرو. اي طاق لي الرئيس رابعه وجيت بالاخرى باش نشوف الذكرى ديال الشمس. منين جيتي في المدينه؟ لا واحد ديال المهديه. انا اللي تشوف اخويا انا ثلاث خوتي كلهم بحال بحال ولكن هو اول واحد اللي كان خويا دابا انا كنت عند اختي وحيت عيط لي خويا الاخر هاد الوقفه لابد نكون حاضره فيها
واخا كنت مريضة عام الأول بقى فيا الحال. علاش ما عقلتش؟ الله يرحم الزعيمي. الله يرحمه. أنت من مراكش؟ جيت من مراكش، كنت عند أختي ودابا جيت هادي باش نحضر على الوقفة هادي. دائما مجمع الجمعة دائما تتفكرها دائما في بالنا ما ننساوش. الله يرحمه، الله يوسع على الجميع. إذن مشاهدنا الكرام، حول هذه المأساة التي ألمت الشعب المغربي في سقوط صومعة باب بردعين وفقدان شهداء حوالي 41 ذكرى أليمة، إذن يروج العديد من الكلام من الذين ليس لهم معلومات حول الملف أو حول هذا الأراميل. منهم يقول على أنهم اغتنوا، منهم أنه استفادوا، منهم يقول على أنهم عندهم أجريمات. إذا لتنوير الرأي العام مرة أخرى، معكم جريدة في رحاب الجامعة، ونستقبل الأستاذة حول هذا الموضوع. قلت لي أنك تروج أفكار بأن الضحايا ولا ذوي الحقوق أنهم حصلوا على أجريمات أو تعويضات. ما يروج لحد الآن، ما يروج لحد الآن، ما كيناش هاد الهضرة هادي. وأن بالعكس راه الجمعية كتنتظر الاستجابة للطلبات ديالها اللي هي تقدمت بها منذ سنة 2011. يعني تقدمت بطلب ديال المكفولي الأمة، جدداته في 2013 أو 2014 بصفتة رسالة للديوان الملكي كتناشدها بأن باش تشوف من حال الضحايا. وكنجددو الشكر لجلالة الملك على التفاتة اللي كانت في وقت الحديثة. كان بقات بالنسبه للطلب ديال مكفولي الامه لا جواب. بالنسبه اكراميه يكون عندها شي مدخول شهري لداوي الحقوق، لان كاينه اغلب الاسر لا حول لها ولا قوه، خاصه ان المكان انت ما جيتو وشفتو فين عايشين. يعني هذا الشيء يعني كيألم، وخاص يعني حتى الطلبات ديال لا جواب لحد الان، وجدناهم مره اخرى ولا جواب. وبقى لنا دابا غير نتسناو تنفيذ الاحكام اللي هما حق ديالهم، كنتسناوها تنفذ. وحنا باقي رغم التنفيذ، يعني لان المده 7 سنوات صرا فيهم ارامي اللي عندهم يعني مسؤوليات، كاين اللي عندهم كريديات كما كنقولوا بزاف المسائل، اما جراء المرض. يعني هذا كتنتظر داك التعويض يعني باش انها تفك هذاك الشيء اللي ربما كما قلتي قروض، ربما كتسنى. نعم. انها المهم كاين التزامات مدروس، لان صعب. أيه. ان الانسان لا عمل، فقد يعني فقدات الزوج ديالها ولا معيل. أيه. كاين اللي ساكنين بلا ما بلادو على حسب بعض التصريحات كذلك، وكاين اللي ما خداماش، رغم ان المشاريع اللي درتو اللي درتهم يعني انه يعني ما عطاش ما كان منتظرا، ما عطاش ما كان منتظرا، لان الناس باش يعطيو المشروع اصلا هما في حاجه ذاك الوقت اللي غادي يمشيو يعطيوهم. طبيعي كان خصهم دخل يومي، دخل يومي، وصعب جدا انه باش واحد المشروع اللي هو مشروع ضئيل يعني باش يحققوا يعني المنتظرات. سيدي نتمنى من الجهات المسؤوله ان تراعي هذا الملف وان تلتف حول مطالب الارامل، ولمن اراد ان يقف عن هذه الحقائق الاتصال بالاستاذه او المكتب الجمعيه ويقف عن حقائق. ونحن بدورنا نواصل ونواكب يعني المشاكل ديالكم، وكنعرفوا الملفات فين وصلوا. ونحن رانا الاشاره، ونحيي جميع الزملاء الصحفيين اللي متبعين الملفات ديالكم لا ورقيا ولا رقميا. اذا معنا السيده رئيسه الجمعيه. السلام عليكم. كنجدك الاخ احمد الشكر الجزيل. بالنسبه لنا هاد الوقفه اللي درنا يعني هي عندها دلاله كبيره بالنسبه لنا حنايا، لحقاش بالنسبه لنا دوك الارواح اللي مشات يعني راه ارواح عزيزه علينا بزاف، وقليل في حقهم. انا غير ديك الوقفه راه يعني كنلقاوها قليله، ولقينا ما نديرو اكثر من الوقفه يعني راه غادي نديروها. وان شاء الله باذن الله هذا عهد علينا غناخذوه كل سنه باذن الله، وخا نبقى واقفه غير بوحدي انايا ما كيهمش، لحقاش كاين ظروف عند ناس اخرين كتقدر انا كنلمس لهم الاعذار. واخا ما وقفوش المهم كنلمسو لهم اعذار، قدر ما تعذروا، لحقاش كاين اللي ساكن الخارج مكناس، كاين اللي يعني عنده التزامات عنده هذه، ولكن بالنسبه لنا انا هذا عهد علينا.
وكاينين يعني اخوان اللي واقفين يعني حتى ما متشبتين كما بدا واخدين كنبدا بحالي يعني متشبتين ان شاء الله باذن الله. وكل عام غادي نجددوا الذكرى وكل عام ان شاء الله غادي نحيوها يعني كان ناس كثار كان ناس بقلال ولكن حبابنا الحمد لله حتى الا ما كانوش الارامل اللي تعذرات عليهم باش يجيو كاين الحباب ديالنا اللي وقفوا معنا الحمد لله كانوا جيراننا صحابنا واقفين الحمد لله. هذا اكبر دليل على ان دوك الناس اللي مشاو راه مازال عزاز في قلوبنا ومازال في الذاكره ديالنا. وكنجدرك الشكر الاخ واحد النداء من النائبه الرئيسه الساده البحري ربيعه واحد النداء لكل المسؤولين في المغرب والخصوص الجهات ديال المكناس حيت يسمعوا الكلمه جمعيه الشهداء سجل ببردين ما تنقولهمش يقدموا لنا صدقات ولا ما يخلقوا لنا عراقيل. عندنا مسؤوليات وعندنا ارامل وعندنا ايتام انت شتي دابا من خلال الروبورتاج. ف الان الا كان شي عمل خير غيتقدم في الساكنه ديال المكناس وهما هاد الاطفال وهاد الارامل. اذا ولينا كان راه عانينا راه الاساتذه راه عانينا الكثير وربما الظرف ما كانش كيناسب عانينا الكثير وبغينا ما نبقوش نعانيو. سبع سنوات الان الكارثه وقعت في 2010 دابا حنا في 2017 بغينا المسؤولين يتفهموا وفعلا وهذه حقيقه والله شاهد ان كانت وعود عندنا كافه المؤسسات في ذاك السنه الاولى لقينا الابواب كل شيء كانت وعود ولكن لقينا كنلقاو عراقيل كما قالت لكم الاستاذه المريني المحاميه المزيني راه الملتمسات كثيره ولكن دابا حنا تنعاينوا الانتظارات واول بيت القصير في هادشي كله هو المتابعه التعويضات ديال المحكمه الابتدائيه الاستئناف الاجراءات طوالت وانت بنفسك حضرتي كصحفي معنا شتي المعاناه شتي من خلال الهضره وراه كاين واحد الانفه كاين واحد الكرامه اللي الناس ما قدرتش تقولها وراه حنا كنا ما قدرناش نقولوا شي حوايج ولكن المسؤولين ديال المغرب كله ولكن الساكنه ديال المكناس بالخصوص والجهات الرسميه شويه تعرف بان راه كاين معاناه كثيره ما قدرناش نقولها ولكن راه تنخافوا يجي واحد الوقت اللي غادي نعاني وغادي نقول شي حوايج. انا الان سبع سنين والناس كتعاين تعويضات كثر من هادشي كله راه كاين الناس راه ما كيلقاوش المعاناه اليوميه الغداء اليومي ما كاينش ما بقاش الانسان غلا اليوم تنقول تعويضات سبع سنين كاين كان بالنسبه لكاين المشروع اللي كانت يعني كان من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يعني ساعدونا ما نقولوش ما ساعدوناش مدوا لنا يد المساعده. مشروع يعني اش غنقول لك تاع مشروع تاع التدبير المنزلي حاولنا اننا نمشيو في ذاك الاطار اننا نساعدوا الارامل ونمشيو ولكن الوقت مشى وما قدرناش ان ذوك الارامل مساكن كل وحده كتمشي كتخدم خدامات في البيوت خدامات يعني هذا كاين. وبيت القصيد اننا حنا ضنا كجمعيه بغينا نديروا واحد يعني واحد الصندوق نتاع الدعم الاجتماعي ديالنا حنايا ومن خلال داك المشروع اننا يعني التسويق الانتاج التسويق ولكن بقى المشروع يعني كما تيقولوا ما عطاش الاكل ديالو بحال اللي بغينا حنايا نظرا لبزاف العراقيل كاين المكان نتاع باش فاش تبيع وتشري كاين اليات اللي ما صفرتناش يعني باش يكون منتوج كثير باش يكون يعني كنبقاو كنخدموا بحال شي انسان بدائي يعني واخا كاين انتاج ولكن المنتوج يعني كان قليل يعني ما كي يعني انا هذا المردود ما كيكونش كافي باننا باش نخليو الناس يخدموا نساعدوا هذوك اللي خدامين يعني كيكونوا كيخدموا وناخذوا منهم واحد النسبه لك صندوق للدعم الاجتماعي يعني ربما التسويق كذلك كيخلق مشكله ربما التسويق عندك التسويق وعندك يعني حتى بالنسبه للاليات نتاع الخدمه شويه ما مدوناش صراحه الله يد المساعده في باش ينورونا الطريق يساعدونا ها كيف ديروا تمشيوا ها كي هذه يعني ما كاينش هذا الشيء نقص كوين كاين نعم انا ذكرنا هو الدار بالمساعده ديال الارامل ولكن هذوك الارامل باش يوقفوا كما شفنا قبل انهم محتاجين لواحد الدخل شهري. الا مشات المشروع باقي في البدايه ديالو الا مشات تخدم ديك الارمله في ذاك المشروع راه ما غتصوفش حتى شي حاجه وفي نفس الوقت يعني ما غاديش تدخل دارها. هذا هو المشكل الكبير اللي لقينا الدار الارامل ولكن الارامل ما قدروش يخدموا فيه لان ما عندهمش ما غايت ماشي الخبره راه الخبره طلعت اللي ما عرفاتش غير كتعرف المغربه وتعرف الكعبه ولكن خاصها تخدم تخلص
المشروع مازال ما عطيش الاكل ديالنا باش هذا هو المشكل اللي لقينا في المشروع واتجهنا للتكوين. حتى التكوين بغينا نديروا لهم تسهيلات، يعني ماشي تسهيلات هو المشروع ديالهم، ولكن راك عارف التكوين عندنا مؤطره والتزامات معاه، يعني ضروري خاصها تكون عندها واحد الدخل ديالها. درنا لهم ما حسبناهمش كما غادي يكونوا اللي غايجيو اجانب يديروا الفورماسيون، ولكن واخا هكاك باش يجيو انهم يتكونوا ما قدروش يجيو، لان ما عندهمش كيديروا يخليو وليداتهم بلا ما يدخلوا. كذلك ان الموقع ديالنا والجريده يعني عندها افادات وتصريحات من طرف العديد من الارامل اللي ما قدروش يمشوا في هذا التوجه، لانه اختاروا انه يشتغلوا في البيوت ويقتدوا، يعني يكون عندهم دخل يومي من غير انه ينخرطوا في المشاريع اللي يعني كنعرفوها انها بالنسبه كاين اكراهات. اذا عندك واحد الحافز اللي كيلمني في القلب ديالي بزاف، ما نكذبش عليك، كاين في وسط هاد الارامل هادو كاين ناس كبار، عيالات كبار بطبيعه الام، راهم دابا تعثر عليهم مرضى، تعثر عليهم انهم يجيو يوقفوا في الوقفه، ناس مرض ما قادرينش انهم يجيو يوقفوا في الوقفه، يعني ناس يعني عندهم كما تيقولوا حافز باش يجيو يوقفوا باش ولكن الجهد لا جهد الله. ناس مرض، الناس هادو مرض، حنا قلنا درنا داك الصندوق تاع الدعم الاجتماعي درناه على هذا الباب هذا، ولكن داك الصندوق يعني شكون خصو ناس اكتيف، يعني اللي يبدوا لهم ناس اخرين المساعده باش داك الصندوق يعمرنا. حنا قلنا ما نتكلوش على برا، ما نتكلوش على الدوله، ما نكونوش عيب على الدوله ولا شي حاجه، ولكن يعني لقينا راسنا واقفين بقينا واقفين بلاصتنا، وحتى الصندوق يعني ما كما تيقولوا توفيتيفات اللي فيه ما غاديش تروي حتى كما تيقول عادش بنادم واحد اخر عاد باش مجموعه تاع الناس. حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى هو ان المهم ومن المسؤولين انهم يمدوا لنا يد المساعده، اذا كانت شي يد المساعده يمدوها لنا، راه حنا محتاجين، هاد الناس ديالنا محتاجين، راه الدراري صغار مساكن، يعني باش الام انها توفر الوقت للخدمه وتوفر الوقت لدار وليداتها، يعني راه خصها يعني اللي يمد لها يد المساعده. حنا بالجهد ديالنا، حنا الجمعيه حنا الحمد لله دايرين الجهد ديالنا، راه ما مخليينش، ولكن واخا كتبدل كليد المساعده، ديك يد المساعده يعني كتمشي قصيره، ما يعني ماشي ديك تمشي بعيد ديك البعيد.